السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساعي برلمانية لتعديل قانون 67 الخاص بتعيين الثلاثة الأوائل. تسعى لجنة التعليم النيابية إلى تعديل قانون 67 لعام 2017 الخاص بتعيين الثلاثة الأوائل ليشمل العشر الأوائل. وضح عضو اللجنة فراس المسلماوي في حديث للصحيفة الرسمية أن لجنة التعليم العالي النيابية شكلت لجنة فرعية من أجل إعادة النظر بقانون 67 الخاص بتعيين الثلاثة الأوائل ليشمل العشر الأوائل، مبينا أن اللجنة عقدت اجتماعين للتحاور وإنضاج المقترح. وأضاف المسلماوي أن اللجنة ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعا نهائيا بعده ترفع توصية للحكومة، لافتا إلى أن اللجنة تقترح شمول الأوائل العشرة من الربع الأول بهذا القانون بغية تعيين أكبر عدد من الخريجين وإعطاء الأولوية لهم في الدرجات الوظيفية. يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت في حديث سابق عدم ممانعتها من شمول العشرة الأوائل في التعيينات لمختلف التخصصات العلمية والإنسانية في ظل توفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية. الصحة ومجلس الخدمة يبحثان بدء عمليات التوظيف. اتفق رئيس مجلس الخدمة محمود التميمي ووزير الصحة صالح مهدي الحسناوي على البدء بعمليات التعيين تباعا. وذكر بيان عن المجلس ان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي والوفد المرافق له بحضور عدد من المسؤولين بمقر الوزارة. اضاف ان اللقاء شهد عقد اجتماع بين الطرفين ومناقشة تنفيذ اليات التعيين والاسراع باكمال متطلبات التوظيف بحسب قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023. الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي والأمانة العامة لمجلس الوزراء والبدء بعمليات التعيين تباعا وحسب اكتمال متطلبات التوظيف والتعليمات والضوابط الصادرة. السوداني يوجه بتفعيل قانون حقوق ضحايا سبايكر. وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتفعيل قانون حقوق شهداء جريمة سبايكر. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل أعضاء منظمة ضحايا سبايكر في العراق، لافتا إلى أن السوداني استمع إلى الاحتياجات والطلبات الخاصة بذوي الضحايا، وعز بتقديم كشف مفصل عن المستلمين لقطع الأراضي منهم وعدد المستفيدين من منحة بدل البناء، بالإضافة إلى المنحة الخاصة بإجراءات دفن الشهداء. ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم تفعيل قانون حقوق شهداء جريمة سبايكر الذي صوت عليه مجلس النواب سنة 2019 وتنفيذ جميع مواده ونصوصه القانونية وفاء للشهداء المضحين وإنصافا لذويهم. كما وجه بتقديم كتاب من مكتب رئيس الوزراء للوزارات كافة بالتعاون مع المنظمة وتسهيل جميع الأمور الإدارية التي تعترض عملها. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن جريمة سبايكر ستبقى شاهدا على أجرام الإرهاب وبشاعته التي تجاوزت بارتكابها كل المواثيق والأعراف والحدود الأخلاقية، مشيرا إلى أن دماء الشهداء لم تذهب سدى وأن دماءهم الزكية هي التي مهدت للأمن والاستقرار المستدام الذي ينعم به العراق اليوم. بالوثاق شمول موظفي الكهرباء بالمجمعات السكنية الاستثمارية. مجمعات سكنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندرج لسيادتكم أدناه عروض الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية التي تم الحصول عليها من الشركات والمثبت إزالة التخفيضات بأسعارها لموظفي وزارتنا حصرا، والتي ستباشر جمعيتنا بالترويج عنها لغرض تسويقها واعتبارا من تاريخ 15/8/2023. أولا، مجمع أمبرور هيلز السكني شقق بغداد حي العادل مقابل جامع أم القرى، التخفيض 5% من سعر الوحدة السكنية ومشمول بقرض المصرف العقاري. ثانيا، مجمع الربيع السكني شقق بغداد الزعفرانية شارع الربيع، التخفيض 10% من سعر الوحدة السكنية ومشمول بقرض المصرف العقاري. ثالثا، مجمع تايتانيك تاوزر السكني شقق مدينة السليمانية، التخفيض 10% من سعر الوحدة السكنية. رابعا، مجمع شاري آرام السكني شقق مدينة السليمانية، التخفيض 10% من سعر الوحدة السكنية. وستتكفل الجمعية التعاونية الإسكانية لموظفي وزارة الكهرباء الآتي: تنظيم استمارة التسجيل على الوحدات السكنية، قرض المصرف العقاري التسديد لمدة 20 عام بدون فائدة، تزويد الموظف بكتاب تأييد إلى مراكز مبيعات المجمعات بعد أن يجلب الموظف كتاب تأييد من الشركة التي يعمل فيها. راجين من سيادتكم الموافقة وتعميم المجمعات السكنية بكتاب إلى جميع دوائر مقر الوزارة والشركات العامة التابعة للوزارة، مع التأكيد على مراجعة مقر الجمعية مجاور مقر الوزارة في منطقة المنصور، فضلا عن الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية لمعرفة مواصفات الوحدات السكنية
وآلية تسديد مبالغ الشراء، كما ربطنا صورة من كتاب الجمعية التعاونية الإسكانية لموظفي وزارة الكهرباء للعدد 161 في 6/8/2023 من عروض الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية التي تم الحصول عليها من الشركات المنفذة للمشاريع أعلاه. نفضل بالاطلاع وتبليغ منتسبيكم الراغبين بشراء الوحدات السكنية بمراجعة الجمعية التعاونية الإسكانية لمنتسبي وزارة الكهرباء لمعرفة كافة التفاصيل مع التقدير.